في فقرة الانترو هي عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا، واللي وصلها النهاردة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة رقم 26 للقمة الأفريقية. الرئيس السيسي هيقدم في القمة تقرير بصفته رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والمعنية بتغير المناخ ونتائج قمة باريس لتغير المناخ واللي عقدت في ديسمبر 2015 والجهود اللي بذلتها مصر في إطار التفاوض نيابة عن إفريقيا في قمة باريس. طبعا حضراتكم بالتأكيد متابعين نجاح مصر في الحصول على عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي بالأمس بعد حصولها على 47 صوت من أصل 52 صوت لهم حق التصويت، وكمان في الفترة اللي فاتت مصر طبعا حصلت على المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي.